أكد مفتي الجمهورية شوقي علام أن الشعب المصري أثبت أنه قادر على اجتياز كل التحديات. خلال استقباله المرشح الرئاسي فريد زهران، أكد المفتي أن الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرا حضاريا. من جهته أشاد زهران بدار الإفتاء وجهودها الكبيرة في بيان صحيح الدين ونشر الوسطية في المجتمع المصري.